مرحبا بك، مثلت الشباب ديال القريب كاع احسن تمثيل. شي كلمه على التجربه ديالك في هذه المشاركه هذه. السلام عليكم. هي بصراحه اول تجربه ليا في مهرجان قريب كاع. كان مهرجان رائع، لا من ناحيه الماديه ولا من ناحيه المعنويه. يعني هذا المهرجان ورفع المستوى ديال مدينه قريب كاع، وكنتمنوا انه يتعاود مره ومرتين، وان شاء الله ماشي هي دي النهايه. المرجع عاوتاني ان شاء الله غادي نشاركوا، وعلاش لا اللي ما يكونش هادشي في التلفازه. حنا فرحانين بهذا التظاهره، والحمد لله ان كنشوفوا في خريبكه مثل هذه المهرجانات اللي كتشجع الشباب الكوميدي بالمغرب. النتائج المهم اللي ربحنا، حنا ربحنا دراري صحابنا، دراري جداد، ربحنا ممثلين تعرفنا عليهم، وكاينين وعود انها غادي تكون شي حاجه من القدام، وان شاء الله هذه ماشي هي النهايه، وغادي نعاودوا نخدموا باش نوصلوا لداك الشيء اللي بغينا. توفيق.